عزيزي المشاهد في كل مكان، أهلا بك معنا في برنامج الكلمة النبوية. في برنامجنا النهاردة وفي الحلقات اللي جاية بنحاول نرد على سؤال أعتقد أنه بيتسأله كل إنسان، وهو معنى الحياة وما هي الحياة. وفي معنى الحياة والوصول إلى فهم إلى معنى الحياة، كلمة الله بتقول لينا أن احنا محتاجين نعرف الحياة، وهذه الحياة هي موجودة في شخص الله. كلمة الله بتقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. ولأجل معرفتنا بالحياة، علشان نعيش هذه الحياة، نريد أن نعرف الله إن كان هو الحياة. كيف نصل إلى معرفة الله؟ كيف نصل إلى معرفة القدير؟ بتقول كلمة الله، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. الله أعلن عن ذاته وأعلن عن شخصه في شخص الابن، في شخص ربنا يسوع المسيح، اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. الشيء الآخر إن الله أعلن عن ذاته لينا من خلال الكلمة، من خلال المكتوب، من خلال ما أوحى به لأنبياء القديسين وما كتب في الأسفار المقدسة، بها نستطيع أن نعرف وأن نعلم أكثر فأكثر عن شخص الله. من الأمور الأخرى العديدة اللي موجودة في الحياة اللي بها الله بيعلن عن ذاته وبيعلن عن شخصه، الخليقة والمخلوقات في كل مكان بتعلن عن شخص الله، بتعلن أن وراء هذه الخليقة هناك فنان مبدع، هناك خالق عظيم أبدع كل هذا الوجود. الإنسان بيشتاق في دخله، بيشتاق إلى عبادة إله، أنه يصل إلى علاقة بينه وبين الله. دي كانت الفكرة ودي كانت البداية اللي أجلها خلق الله الإنسان. سؤالنا النهاردة واللي احنا بنحاول نصل فيه، كيف نصل إلى معرفة الله؟ إن كان الله بتقول عنه كلمة الله ساكن في نور لا يدنى منه، لا يستطيع أحد من الناس أن يصل إليه، لا يستطيع أحد من البشر أن يقترب منه، كيف نعرف الله؟ رب يسوع في صلاته بيقول هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الحياة الأبدية إن احنا نعرف شخص الآب. كلمة الله بتوصينا، بيقول الرسول بطرس، انمو في النعمة في معرفة ربنا يسوع المسيح. الرسول بولس بعد سنين هذه عددها من الخدمة، من الاقتراب في معرفة الله يوم بعد يوم، كل اللي كان في قلبه، كل اللي كان في أعماقه هو هدف واحد يريد أن يعيش لأجله. بتقول كلمة الله في رسالة فيليبي أصحاح 3 وعدد 10، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. إننا نريد أن نعرف الله. سؤالي ليك عزيزي المشاهد، هل تريد أن تعرف الله؟ إن عرفنا الله سنعرف كيف نرضيه، إن عرفنا الله سنعرف كيف نعيش حياتنا، إن عرفنا الله سنعرف مشيئة الله الصالحة لكل واحد فينا. وإن عرفنا هذه المشيئة، لأنه مشيئة الله صالحة مرضية كاملة لكل شخص فينا، إن عرفنا هذه المشيئة من خلال معرفتنا به، هنستطيع أن احنا نختبر مشيئته الصالحة المرضية الكاملة لكل واحد فينا. لكن كتير من الناس بيخلقوا، بيوجدوا، بيعيشوا، وبيظلوا كل حياتهم بيظنوا أنهم بيعرفوا الله، وبتنتهي بيهم الحياة في النهاية زي ما بقول ربما كان عنده فكرة عن الله لكنه لم يعرف الله بصورة شخصية. حبائي، إن ملء الحياة وشبع الحياة بكل ما فيها هو أن نعرف شخص الله. الله عندما خلق آدم وحواء خلقهم لكي يعرفوه، لكي يقتربوا منه، لكي يكون لهم علاقة شخصية بهذا الإله العظيم القدير. واللي عايزين نتأمل فيه النهاردة في الحلقتين اللي جايين هو إعلان الله عن ذاته وعن نفسه. في سفر الرؤيا اللي كتبه يوحنا الرائي، بتحكي كلمة الله إن يوحنا الرائي أخذ في رؤية إلى السماوات، وهناك في السماوات شاهد عرش الله وشاهد المخلوقات والملائكة من كل جانب،
وهم يهتفون ويسبحون ويعظمون شخص الله القدير. في الأصحاح الرابع تقول كلمة الله هذه الكلمات: أن يوحنا الرائي رأى مجموعة متعددة من المخلوقات حول عرش الله، وأمام هذا العرش كان هناك العديد، 24 شيخا ثم حيوانات أو كائنات حية أربعة، ابتدأ في وصفهم في هذا الأصحاح. لكن ما رآه وما سمعوا بأذنيه أن هذه الكائنات جميعا تهتف وتقول نهارا وليلا هذه الكلمات. ماذا تقول؟ قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وإني أريد عزيزي المشاهد أن أعلن لك اليوم من خلال المكتوب، من خلال كلمة الله، هذه الصفات الثلاث التي تعلنها هذه المخلوقات الموجودة في السماويات عن شخص الله. ومن خلال معرفتنا بصفات الله وإعلانه عن ذاته، يستطيع هذا الأمر أن يغير حياتنا، أن يغير دواخلنا، وأن يعطينا نعمة وفهم كيف نعيش حياتنا هنا على الأرض في رحلتنا، إن كانت قصيرة وإن كانت طويلة. الشيء الأول الذي ذكره يوحنا الرائي يقول قدوس قدوس قدوس. هذه الكلمات سمعها أيضا إشعياء النبي، ونحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح السادس، تقول الكلمة أنه في سنة وفاة عزية الملك أن إشعياء رأى السيد الرب جالس على كرسي عالي وأذياله تملأ الهيكل، والصرافيم أي الملائكة لكل واحد ستة أجنحة، باثنين يغطي وجهه، باثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. لكن هذه الملائكة التي تقف حول عرش الله كل منها ينادي الآخر ويقول ذات الكلمات اللي سمعها يوحنا الرائي. ما هي الكلمات؟ قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. إن الله يعلن عن ذاته لنا أنه قدوس، وأنني أصلي من كل قلبي أن تصل لنا الكلمات والإعلان لنفهم ماذا تعني الكلمة أن الله قدوس. ونحن نتأمل معا في كلمة قدوس، ماذا تعني كلمة قدوس؟ عندما نعود إلى أصل الكلمة التي كتبت بها كلمة الله، الكلمة تعني ببساطة شديدة هذه المفاهيم. المفهوم الأول للقداسة يعني التفرد والانفراد، التفرد والانفراد، بمعنى أن الله هو المنزه العالي الغير مدرك، له خصوصية خاصة جدا، وهذه الخصوصية تفوق الوصف، تفوق الفهم، تفوق التحليل والتصور. هذا ما تقوله الكلمة، أنه ساكن في نور لا يدنى منه. لا نستطيع أن نصل إلى داخل هذا النور ولا أن نفهم ما في أبعاد هذا النور بسبب قداسة الله، لأنه متفرد جدا. في سفر الخروج الأصحاح الخامس والعدد الحادي عشر تقول كلمة الله: من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسبيح، صانعا عجائب. معتز معتز متفرد في قداستك لا يمكن وصفها. الشيء الآخر في كلمة قداسة تعني العظمة والعلو. إلهنا إله عظيم، إله متسامي، إله عالي فوق ما نستطيع أن نتخيل أو نستطيع أن نفتكر أو نظن، بكل ما في الكلمة من سمو، من جلال، من ارتفاع، من قدرة. تقول كلمة الله مزمور 99 عدد 9: علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس. تقول الكلمة أيضا مثلما ذكرت في إشعياء 6: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. هذا الإله القدوس يتسم بالعظمة ويتسم بالعلو، لا نستطيع أن ندركه لأنه في عظمته وفي قدسته يفوق الكل. المعنى الثالث والأخير، ولعله معنى يكون جديد للبعض منا، أن كلمة قداسة تعني الحصانة والعزلة،
الحصانة والعزلة، بمعنى أن الله محصن ومعزول، بمعنى أنه لا يخطئ أبدا، ولأنه لا يخطئ أبدا ليس فيه شر البتة. الله لديه كراهية فريدة مميزة لا توصف إلى كل ما هو شر أو خطية، وعشان كده بتقول كلمة الله أن إلهنا صالح إلى الأبد رحمته. مش بس هو صالح، لكن هو الصلاح بذاته. من ذا الذي يستطيع أن يقترب من شخص الله أو يدنو منه؟ هذا الإله الصالح ليس فيه الشر وليس فيه ظلمة البتة. عندما أعلن الله لذاته لموسى، بتقول كلمة الله أنه لما الله أعلن عن ذاته لموسى، الرب قال له اخلع عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. موسى رأى الله في العليقة، رأى في شجرة تتقد بالنار والشجرة لا تحترق، ولكن الله في هذا الصوت الذي سمع موسى كان يعلن لي أنه متميز، أنه متفرد، أنه يكره الخطية، وبسبب كراهية الخطية يعلن لي أن يقف على أرض مقدسة. إشعياء عندما رأى الرب تقول كلمة الله أنه قال لنفسه: ويل لي لأني هلكت، لأن عيني قد رأت السيد الملك رب الجنود. يقول أيوب: هوذا عبيده لا يأتمنهم، وإلى ملائكته ينسب حماقة. حتى الملائكة ينسب ليهم حماقة، وذلك بسبب قداسة الله الفريدة. تقول كلمة الله: هوذا قدسوه لا يأتمنهم، والسماوات غير طاهرة بعينيه. حبائي، إن قداسة الله، قداسة الله وعظمة الله، هذا الإله الكلي النور، الكلي القداسة، عندما يتراءى لبني البشر، ما من شخص في كلمة الله تحكي الكلمة أنه تراءى أمام الله إن دخل إلى محضر الرب إلا وحدث شيء ما. دانيال، حسقيال، يوحنا الرائي، كل واحد منهم عندما أعلن الله عن ذاته لي سقط على وجهه، لأنه لم يحتمل أن يقف أمام هذا القدوس الساكن في النور. قداسة الله لم تسمح للكهنة بأن يدخلوا إلى قدس الأقداس أن يتكلموا أي كلمة، ولكن كل ما يفعله رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة أن يصمت وأن يقدم الذبيحة، ودم الحمل يتكلم عنه، والسبب أن الله قدوس. هو قدوس يسكن في كمال القداسة وفي عمق القداسة. لأنه قدوس، لأنه قدوس، الأمر يحتاج مني ومنك إلى سنين العمر أن يكون هناك شوق جوا قلوبنا أن احنا نعرف الله أنه قدوس. ولو عرفنا أنه قدوس، إيه اللي ينعكس من معرفة الله كقدوس على حياتي وعلى حياتك؟ أول شيء لابد أن تعرفه أنك لا تستطيع أن تقترب من قداسة الله في صلاحك الطبيعي، في ذاتك، في شخصك، فيما تفعله من يوم إلى يوم. مهما كنت صالح، مهما كنت إنسان أخلاقي جدا، مهما كان ما تفعله في الحياة بمقاييس الناس من حولك إنه أفضل شيء، لكن إن أردت أن تعرف الله وقداسة الله عليك إنك تتطهر وإنك تتنقى وإنك تتخذ لابن المبارك شخص الرب يسوع أن يكون مخلص شخصي في حياتك. يعني إيه مخلص شخصي في حياتك؟ مخلص شخصي في حياتك يعني أعترف بأني أنا إنسان هالك، بأني إنسان نجس الشفتين، قدستي ونقوتي مقياسا بقداسة ونقاوة الله تحسب نجاسة، ونجاسة شديدة جدا. إن كان إلهنا الذي نريد أن نعرفه ويريد أن يعلن عن ذاته لنا هو إله قدوس، ماذا يعني لي الأمر؟ إن فتحت قلبي وإن قبلت المسيح في حياتي وإن كان هناك غطاء يغطيني أمام وجه الله هو دم الحمل، سنعود إلى دم الحمل في حلقات أخرى، ولكن اليوم نركز على قداسة الله. ماذا تعني لي أن الله قدوس؟ أن الله قدوس، الشيء الأول لأنه قدوس فهو يكره الخطية جدا جدا جدا، يكره الخطية
كراهية مطلقة، لا تهدأ، لا تسكن، لا تقل، ولا تضعف مدى الأيام، والسبب إنه نار آكلة. الملائكة اللي تركوا رياستهم في السماوات تقول الكلمة أن الله حفظهم في قيود أبدية تحت الظلام ليلقيهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. أعزائي، عندما تلوثت الأرض بالخطية، هل تعلم ماذا فعل الله؟ غسلها بالطوفان، والسبب أنه قدوس. عندما امتلأت سدوم وعمورة بالخطية، ماذا فعل الله؟ أرسل نار وأحرق المدينتين، والسبب أن إلهنا إله قدوس. تقول الكلمة عنه أنه هو نار آكلة. إلهنا يكره الخطية، يحب الخاطئ نعم، ولكن لأنه قدوس لديه عداوة شديدة جدا ضد كل خطية ورائحة خطية. إن تساهلنا مع الخطية في حياتنا، إن تساهلنا مع الخطية في سلوكنا اليومي، في نظراتنا، في كلماتنا، في أفعالنا، في ردود أفعالنا، لنستطيع أن نقترب ولا أن نعرف هذا الإله القدوس. يقول عنه أيوب: معرفة القدوس فهم، والفهم يعطيني ويعطيك أن ندرك أن الله يكره الخطية جدا. الشيء الثاني، لأن الله قدوس لا يجرب بالشرور، هو منزه عن كل شر، ليس فيه ظلمة البتة، هو نور بالكامل، لا يمكن أن يكون ظالم. السبب لأن قدسته لا تسمح لي أن يكون ظالم، عيناه أطهر من أن تنظر الشر، كيف يجرب بالشرور؟ الله لا يجربنا بالشرور، الله لا يجربنا بالمصائب، الله لا يجربنا بالخطايا. كل واحد منا يجرب إذا أخطأ وإذا كان هناك شهوة في داخل قلبه. أريدك اليوم أنك تفهم أن الله قدوس، فلا تلقي اللوم عليه بسبب سلوكك أو بسبب سلوكي الخاطئ في الحياة. الشهوة هي عصيان ضد إرادة الله، الشهوة هي عصيان ضد قداسة الله. لأن الله قدوس ليس فقط يكره الخطية، وليس فقط لا يجرب الشرور، ولكن الشيء الأخير لائق به التسبيح. الحيوانات الأربعة، 24 شيخ، السرافيم، ألوف الألوف، ربروات الربوات كما يقول يوحنا الرائي، تقف أمام العرش لتعظم وتبارك هذا القدوس الجالس على العرش. تقول كلمة الله ها هنا في الأصحاح الخامس من سفر الرؤيا: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة للجالس على العرش وللخروف، البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين. لو رحنا في كلمة الله أماكن عديدة بسبب أن الله قدوس، يليق به التسبيح، يليق أن احنا نرفع آيات الحمد والصبح إليه لأنه إله قدوس. لأن الله قدوس، ماذا عساك وعسايا أن نفعل في حياتنا؟ ما أريد منك عزيزي أنك تفكر اليوم، بسبب قداسة الله، الله يريد لينا أن نكون قدسين، والرب بيقول كونوا قدسين لأني أنا قدوس. بتقول الكلمة: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة. اختبار القداسة اختبار أن نعيش حياة نقية. بتقول الكلمة: اتبعوا القداسة واتبعوا السلام والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. حياتي وحياتك محتاجة أن تتقدس، حياتي وحياتك محتاجة أن تتنقى، واليوم فرصة جديدة أن حياتنا تنقى من جديد بسبب قداسة الله. خلينا أصلي معك، وانت بتسمع هذه الكلمات افتح قلبك أن الله ينقيك وينقيني. أيها الإله القدوس الصالح، بناتي ليك من قلوبنا يا رب، لأنك صالح وعظيم، بنسألك اليوم يا رب نقي قلوبنا، نقي أفكارنا وأذهاننا، وإحنا بنأتي إليك يا رب نقي ضمائرنا من كل شر، وأعطينا أن نعرفك أنك أنت قدوس، أعطينا أن نخافك وأن نهابك في قلوبنا، وألا نفلع الشر أمامك يا رب. هبنا أن نعرفك في كل يوم. صلي معي هذه الصلاة: يا رب أفتح لي قلبي لكي تأتي إلي، لكي تنقيني من كل اسم، من كل خطية، كي تعطيني حياة جديدة في شخص المسيح يسوع. إن قلبي لا يحتاج أن ينقى، لكن قلبي يحتاج أن يخلق من جديد.
اخلق قلبي بقدستك من جديد يا رب، تعالى وارحمني لأعيش حياة نقية كما ينبغي أن تكون، في اسم المسيح آمين. أعزائي المشاهدين، كنت صليت معي هذه الصلاة، من فضلك اتصل بينا على العنوان اللي بيظهر عندك على الشاشة، وإحنا على كل استعداد أن احنا نخطبك، أن احنا نهتم، وأن احنا نتابع معك مشوار الحياة لنعرف هذا الإله اللي أعلن لينا عن ذاته. رب معك.